موضوع الـ partial derivatives، الاشتقاق الجزئي. مثل ما تعرفون طلاب، احنا المحاضرة السابقة وصلنا لهذا المثال صف رقم 11. هنا أنا راح نحل أو نكمل نواصل حل الأمثلة. هنا طلاب هذا المثال هذا طلاب if the function هي إذا عندنا دالة والـ variable الـ independent variable المتغيرات المستقلة هي رو، طلاب هاي رو الرمز اللاتيني رو، ثيتا وفاي. إذا كانت الدالة هي يعني بها ثلاث متغيرات والدالة هي رو تربيع كوساين فاي ساين ثيتا، فاين partial تكعيب f على partial theta partial phi partial rho. طلاب يعني اشتقها ثلاث مرات، كل مرة المتغير واحد. هنا طلاب لازم ننتبه للترتيب الاشتقاق. راح يكون عندنا اول مشتقة هي نشتقها لل y، راح نحصل على المشتقة هاي المشتقة حصلناها، اشتقها ثاني مرة لل phi راح نحصل المشتقة، بعدين هاي اللي حصلناها مشتقة نشتقها مرة ثالثة المن للثيتا. لازم نراعي التسلسل طلاب. نبدأ برو حسب ما مكتوب جوه، هي بارشيال ثيتا بارشيال فاي بارشيال رو، يعني نشتقها البداية الرو النوب الفاي نوب الثيتا، يعني نبدأ من اليمين. فهسه طلاب بارشيال فاي على بارشيال رو، نجي لهاي الدالة، هذا طلاب الرو هنا بس هذا الحد هو بيرو، فكوساين فاي كوساين ثيتا كأنما نعامله معاملة الكونستنت. هنا طلاب الطيتا كانوا رو وثيتا وفاي متغيرات، هي نفس الاكس والواي والزد، يعني انت لا تشتبه، يعني ممكن انا اطيق غير رموز، يعني غير رموز لاتينية فماكو فرق، رو ثيتا فاي اكس واي زد دبليو نفس الشيء، هي كلها متغيرات، انا فقط التسمية، ذيك احرف انجليزية هي احرف لاتينية. فهسه راح نشتقها مثل ما قلنا طلاب، هذا كوساين فاي ساين ثيتا كونستنت، نزل كوساين فاي ساين ثيتا، راح نشتق هاي بالنسبه للرو، راح يصير عندنا 2 رو 2 رو، هاي اشتق الاشتقاق بالنسبه للرو طلاب، واللي هي هذا الحد الاول من اليمين. لو هسه راح نجي لما نشتقها للثيتا، هذا الحد بالنص، هاي اللي حصلناها طلاب. هسه هنا بارشيال بارشيال على بارشيال فاي، العفو هاي بالنص فاي المن للمشتقة اللي حصلناها اللي اشتقناها الدالة المن للرو، في بارشيال فاي على بارشيال هاي بارشيال فاي على بارشيال رو حصلناها اللي هي هاي طلاب، واللي هي شو تساوي ان هذني هي بارشيال تربيع بارشيال فاي بارشيال رو. هسه طلاب هاي الدالة راح نشتقها بالنسبة الفاي، راح نحصل على هاي الدالة طلاب. هسه من نجي نباوع عليها هي هاي المشتقة بالنسبة للرو، احنا راح نشتقها المن بالنسبة للفاي، فهذا الساين ثيتا ثابت وتورو ثابت، راح ينزل تورو والساين ثيتا نزل ثابت، راح نشتقها الكوساين فاي راح تصير مشتقتها ماينس ساين فاي. في مشتقة الزاوية احنا قاعد نشتقها بالنسبة للفاي، الفاي شنو مشتقتها؟ واحد، فهذا صاير ساين فاي وهذا الماينس طلع بر. هاي طلاب مشتقة الدالة بالنسبة الرو والفاي. هسه راح نجي نشتقها ثالث مرة اللي هي بالنسبة الثيتا حتى نحصل على هذا الحد الطلاب، فراح بس أمسح هاي الخطوط طلاب حتى تكون واضحة عندكم. راح طلاب نجي هسه حصلنا هاي اشتقيناها بالنسبة أول شيء للرو وثاني مرة اشتقيناها للفاي، هسه راح نجي نشتقها نجي بالتسلسل، هاي أول وحدة وهاي اللي اشتقيناها ثاني وحدة، وراح نجي نشتقها بالنسبة للثيتا ثالث مرة. يعني احنا قلنا لازم نراعي الترتيب، نبدأ من اليمين لليسار. فهسه طلاب راح يقول بارشيال على بارشيال ثيتا لهاي المشتقة اللي هي اشتقيناها أول مرة للرو وللفاي، فراح تساوي لنا مشتقة هاي بالنسبة للثيتا راح تساوي لنا بارشيال
تكعيب فاي على بارشيال ثيتا بارشيال فاي بارشيال ضو، واللي هو المطلوب اللي يقول جده. راح شو يصير عندنا طلاب هسه؟ هاي احنا راح نشتق هاي المشتقه الثانيه، مو نرجع للداله، لا للمشتقه اللي حصلناها. انا اريد اشتق بالنسبه للثيتا، فهاي الساين فاي والتو رو كانما عامل معامله ثابتين نزلن، ماينس تو رو ساين فاي نزلن. هسه اشتق ساين ثيتا بالنسبة للثيتا يساوي لنا كوساين ثيتا، المشتقة الزاوية ثيتا بالنسبة للثيتا واحد ما تنكتب. فهاي هي الدالة طلاب الناتجة من اشتقاقها أول مرة، اشتقت الدالة الجزئية الناتجة من يعني هاي هنا طلاب ثيرد أوردر مو سكند أوردر، ثيرد أوردر ثلاث مرات اشتقت، اللي هي مشتقة الأولى بالنسبة للرو والثانية بالنسبة للفاي والثالثة بالنسبة للثيتا. أوكي طلاب، هنا طلاب هذا مثال find the second order partial derivative. هسه هنا طلاب من منطوق السؤال يجد المشتقة الثانية. هنا هسه واحد من الطلاب بما أنه partial derivative يعني اشتقاق جزئي، فهنا راح اشتقها مشتقها هذا اول مشتقها، هاي هي الداله طلاب اشتقها للاكس. لو بشتقها سكند اوردر بما انه قلت لك انا سكند مره ثانيه للاكس، هاي المشتقه بالنسبه للاكس. لو بشتقها مره للواي مشتقها مره ثانيه للواي، هاي مشتقه سكند اوردر بالنسبه للواي. وهنا انا طلاب للميكس نشتقها اول مره للاكس النوب للواي، بعدين نشتقها للواي النوب للاكس. هنا طلاب اشتقاقها بالنسبة partial f على partial y partial x، يعني الأولى الx والثانية الy، partial y على partial على partial y في مشتقة الx، يعني لازم أول شيء أحصل هاي اشتقها للx إنه بشتقها للy. بعد من حصلنا هاي تعرف شنو mix second order with respect to y. نشوف طلاب mix second order with respect to y، بما أنه mix وsecond order مرتين ومix respect to y، يعني لازم اول شيء اشتقها للاكس انه بشتقها للواي حتى اقول respect to y. هاي هنا أنا اشتقيتها، هاي هنا طلاب اشتقها اول مره للواي انه بنشتقها للاكس، اللي ايش تسوينا partial على partial x المد المشتقه للداله partial f على partial y. هاي شو اسمها؟ the mix second order with respect to x، يعني الاكس اخر شيء اشتقها، يعني اول شيء سويت انا mix اشتقيتها للاكس والواي، لكن اول مره انا اشتقها للواي بعدين اشتقها للاكس، هاي يعني ثاني مره من اشتق للاكس هي تكون with respect to x. يعني انا اذا قلت لك find the second order او find the mixed second order ودالتك بها x و y with respect to x، بما انه انا قلت لك second order يعني اشتقها مرتين، بما انه قلت لك mixed يعني لازم تشتقها للاكس والواي، بس ياهو تشتق اول واحد، اذا قلت لك with respect to x يعني لازم تشتق اول واحد للواي انه بتشتقها للاكس اللي هي الصيغه النهائيه للاكس، يعني اخر مشتقه للاكس هي اذا قلت لك with respect to x يعني اخر شيء تشتقها للاكس. ليش انا هيك طلب يعني هيك انت راح تشتق اخر شيء للاكس؟ لانه بمنطق السؤال طلبت منك ميكس، اذا بما انه ميكس راح تخلي ببالك اكس وواي، بس هنا شنو طلبت لك with respect، يعني ردت من عندك with respect to x يعني لازم اول شيء تشتقها للواي بعدين بالاخير تشتقها للاكس فتكون with respect to x. اوكي طلاب، اذا ما ذكرت لك mix راح تشتقها، بس قلت لك second order partial derivative، يعني قلت لك اريد second order partial derivative وما ذكرت لك mix، راح تشتقها مرتين للاكس وتشتقها مرتين للواي لان partial derivative. إذا قلت لك لا mix second order with respect to y تشتقها أول شيء للـ x إنه بتشتقها للـ y. هاي طلاب من هاي المثال. هنا الطلاب note for most functions the mixed second order partial derivative are equal، يقول في معظم الدوال تكون الميكس هي متساوية، تكون متساوية المشتقة مالتها. شوفوا طلاب هاي هنا الميكس بالنسبة للـ y وهاي الميكس بالنسبة للإكس تقريبا نفس القيم يعني متساوية. هاي إذا تريد تشيك الحل يعني في معظمها الأغلب لا عم تكون الدالة
إذا اشتقيتها ميكس بالنسبة للواي وإذا اشتقيتها ميكس بالنسبة للإكس تكون متساوية الدالة. هنا يا طلاب ليت اوف اوف اكس هذا هوم وورك، اكس كوساين واي زائد واي اكسبريشن اكس، ذن فاين اول سكند اوردر ديريتيف. هنا يا طلاب اول سكند اوردر ديريتيف يعني تشتقها مرتين للاكس، تشتقها مرتين للواي، وتشتقها ميكس مره وذ ريسبكت تو اكس، وتشتقها ميكس وذ ريسبكت تو واي، يعني كلهن الاول. هذا مثال ثاني طلاب، هاي دالة اللي هي R وثيتا وزيت، ما عندي مشكلة أنا بالرموز إذا تغيرت. يقول اشتقها بالنسبة للR، هاي هي الدالة طلاب صيغتها، اشتقها بالنسبة للR وثيتا واشتقها بالنسبة للزيت، يعني كل واحدة تشتقها على حدة، يعني first order مو second order. هنا طلاب راح نجي ندخل موضوع جديد اللي هو اسمه chain rule. هنا طلاب يعني شنو نقول قاعدة السلسلة. هنا طلاب أول نقطة هنا if we have، إذا عندنا دالة اسمها u هي function للإكس، يعني عندنا دالة اسمها u تحتوي على متغير اسم الإكس، independent متغير independent variable اسم الإكس، أوكي. بس شنو بنفس الوقت هذا الاكس اللي تعتمد عليه الواي هو هم متغير بالنسبه، هم يعني هم بمتغير ضمني اللي هو الزمن تي، كان يكون الزمن او غير يعني او غير متغير، بس هنا عندنا الزمن تي، يعني طلاب هاي الداله واي بها متغير الاكس، وهذا الاكس ايضا بمتغير ضمني اللي هو التي الزمن. فحتى نشتق ذهن حتى نشتق هذا المتغير يو بالنسبة للزمن، فديو على دي تي مشتقة اليو بالنسبة للزمن، هي لازم نشتق اليو هاي الدالة بالنسبة للإكس ونضربها في مشتقة الإكس بالنسبة للزمن، فهذا يعطينا شنو مشتقة الدالة with respect to t. هذا طلاب القاعدة. هنا نشوف هذا الرسم التوضيحي على الجهة اليمنى، هاي هي اليو اشتقيتها بالنسبة للإكس، شطاني دي يو على دي إكس، إنه اشتقيتها هذا الدي إكس الإكس اشتقيتها بالنسبة للتي راح يعطيني مشتقة اليو with respect to تي أو الزمن. هاي القاعدة الأولى طلاب. هنا إذا أريد نعبر عنها شلون تعبير بسيط إذا نباو على القاعدة الرئيسية، يعني شلون نقول هاي الدي اكس تروح وي هاي الدي اكس، يعني هي شلون يعني تعبير مجازي بيناتنا، وراح نحصل ديو على دي تي. هنا طلاب القاعده الثانيه اف وي هاف، اذا نمتلك داله هي دبليو بها متغير اكس وواي، يعني عندنا داله اسمها دبليو تحتوي على متغيرين اكس والواي، وبنفس الوقت الاكس هو داله للزمن والواي ايضا داله للزمن، فحتى احصل على مشتقه الداله w بالنسبه with respect to time او t راح اشتق الداله بالنسبه للاكس واضربها في مشتقه الاكس بالنسبه للتي زائد مشتقه الداله w بالنسبه للواي في مشتقه الواي بالنسبه للتي. طلاب هذا يعني عندي داله هي بها متغيرين x و y، والx وال y بنفس الوقت هي متغيرات بالنسبة تحتوي على هن دوال بالنسبة للزمن، فحتى اشتق الدالة بالنسبة للزمن راح اشتق متغيراتها، اشتق الدالة بالنسبة لمتغيراتها ومتغيراتها اشتقها بالنسبة للزمن واضربهن بعدين اجمع مجموع. هذا المخطط طلاب توضيحي، هاي ال w اشتقها بالنسبة للx واشتقها بالنسبة لل y، بعدين الواي والاكس اشتقن بالنسبه للزمن، فراح احصل مشتقه اليو with respect to t، وهذا هو القانون طلاب مالت الاشتقاق. تحصل دي دبليو على دي تي هو بارشيال دبليو، يعني اشتقاق جزئي على بارشيال اكس في بارش دي تي على دي
دي اكس على دي تي وبارشيال دبليو على بارشيال واي في مشتقة الواي بالنسبة للسبب. هنا طلاب نفس العملية إذا صارنا ثلاث متغيرات الدبليو بها ثلاث متغيرات اكس واي وزد والاكس والواي والزد هي أيضا فاكشن للتي فحتى أحصل بارشيال مشتقة الدالة الرئيسية بالنسبة للتي راح أشتق الدالة بالنسبة للإكس وأشتق الإكس بالنسبة للتي وأضربهن زائد مشتقة الدالة بالنسبة للواي في مشتقة الواي بالنسبة للتي زائد مشتقة الدالة بالنسبة للزد في مشتقة الزد بالنسبة للتي. هذا المخطط الطلاب التوضيحي، هاي مشتقة الدالة بالنسبة للإكس، مشتقة الدالة بالنسبة للزد، مشتقة الدالة بالنسبة للواي، بعدين الزد والواي والإكس أشتقن بالنسبة للزمن أو التي. هنا نهاية التي طلاب هنا فراح أحصل مشتقة الدبليو بالنسبة للتي. هنا الطلاب هسه راح يعني نحل أمثلة إن شاء الله وراح تتوضع عندكم. هنا النقطة الرابعة طلاب عندنا دالة هي دبليو هي فانكشن للإكس والواي والزد والإكس هي فانكشن لمتغيرين. هنا كان عندنا متغير واحد التي، هنا ممكن يكون متغيرين ايضا هي الار والاس، وكذلك الواي هي هم للمتغيرين ار والاس، والزد ايضا هن دوال او بها تعتبر داله ايضا للار والاكس. فحتى احصل مشتقه الداله بالنسبه للار راح اشتق الداله بالنسبه للاكس واشتق الاكس بالنسبه للار ومشتقه الداله بالنسبه للواي في مشتقه الواي بالنسبه للار زائد مشتقة الدالة بالنسبة للزد في مشتقة الزد بالنسبة للآر، وكذلك نفس الشيء أو يعني نفس النظرية تطبق بالنسبة لمشتقة الدالة بالنسبة للدبليو بالنسبة للإس، أيضا نشتق الدالة بالنسبة للإكس واشتق الإكس بالنسبة للإس. يعني إحنا شنو الإكس والواي والزد هي دوال للآر والإس، كذلك مشتقة الدالة بالنسبة للواي في مشتقة الواي بالنسبة للإس ومشتقة الدالة بالنسبة للزد في مشتقة الدالة بالنسبة للإس. أنا طلاب هذا مخطط توضيحي، هاي هي الدبليو وهاي الرسوم، هاي المخططات التوضيحية للإطلاع فقط، يعني ما مطلوب منك تحفظها بس تفتهمها. هاي طلاب أشتقها الدالة بالنسبة الـ W اشتقيتها بالنسبة للـ X، إنه بالـ X اشتقيتها بالنسبة للـ R وللـ S، كذلك اشتق الدالة الرئيسية W بالنسبة للـ Y، إنه بالـ Y اشتقها مرة للـ R ومرة للـ S، ونفس الشيء ينطبق على الـ Z أو أفصل هنا المخطط، اشتق الدالة بالنسبة للـ X، إنه بالـ X اشتقها للـ R، وكذلك الدالة نفسها للـ Y وللـ Z. وهنا أنا المخطط الثاني توضيحنا راح اشتق الدالة بالنسبة للإكس إنه مشتقها للإس، والدالة بالنسبة للواي مشتقها للإس، ونفس الشيء هذا طلاب. هسه راح توضح عندكم بالأمثلة، هي مجرد تطبيق مباشر وسهل إن شاء الله. هسه هنا يو